اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي في البدايه لكل اهلاويه اللي بيتابعوا معانا حلقه النهارده. كاس العالم ضرب نار، نسخه تقدر تقول عليها كده خارج التوقعات، نسخه بره المنهج. لكن الحقيقه عن ماتشات النهارده وتحديدا مواجهه السعوديه وبولندا، لازم ورغم النتيجه ورغم الخساره لازم الحقيقه نهني اشقائنا في السعوديه على منتخب عربي يفرح، على منتخب عربي تراهن عليه بقلب جامد. وما زالت بالنسبه لي ومن وجهه نظري السعوديه لديها فرصه كبيره جدا في التاهل حتى رغم الخساره من بولندا. لكن الاهم من ده ان السعوديه كشفت لي النهارده الخدعه الكبرى، الخدعه الكبرى اللي احنا تعرضنا لها وعاشت معانا لسنين طويله جدا، وهي فكره انه الاحتراف هو بوابة الكرة المصرية للعالمية. يعني فكرة انك يبقى عندك كلما زاد عدد المحترفين في الخارج وكلما ارتفع مستوى المحترفين في الخارج كانت الكرة المصرية في طريقها الوصول للعالمية. والحقيقة السعودية كسرت القاعدة دي ودمرتها تماما، بل انها نسفتها من اساسها بمنتخب من المحليين. فجأة السعودية مش بس الاشقاء في السعودية ولا مشجعين السعوديه في الدول العربيه، لكن فجاه العالم كله بمنتخب اكثر من رائع. هذا الرجل الحقيقه هيرفي رينار يستحق تحيه على مشروع نجح في خلال 3 سنوات انه يوصل لكره بالكره السعوديه للمنتخب ده. منتخب الحقيقه رغم خسارته قدام بولندا، وخد بالك سواء في مواجهه الارجنتين او في مواجهه بولندا انت بتتكلم على لاعبين كلهم بيلعبوا في الدوري السعودي في مواجهة نجوم العالم. لما أكلمك على الأرجنتين فأقول ليو ميسي وأقول باريديس وأقول لاوتارو مارتينيز وأقول دي ماريا، ولما أتكلم على منتخب بولندا فأقول تشيزني في حراسة المرمى، ليفاندوفسكي في الهجوم، ومعهم زيلينسكي ومعهم ميليك، كلهم نجوم من عار الثقيل وتجربتهم في الاحتراف تجارب أكتر من ناجحة، بل إن فيهم مجموعة من أهم اللعيبة على مستوى العالم. ورغم كده الحقيقه نجح المنتخب السعودي انه يفرض شخصيته، وبصرف النظر عن النتيجه عشان الناس تقول لي انت بتتكلم الكلام ده ازاي والناس خسرانه 2-0. كان ممكن السيناريو جدا لو سالم الدوسري سجل ركله الجزاء كان ممكن السيناريو جدا يبقى مختلف. ورغم الاخفاق في تحقيق نتيجه ايجابيه حتى بالتعادل الا انه المنتخب كان صاحب شخصيه وقادر انه يفرض كلمته ويفرض سيطرته على اوقات كبيره جدا من اللقاء، من عمر اللقاء، بل انه كان دايما هو الفعل وكانت بولندا رد الفعل. على كل الاحوال اراهن بكل قوه، وطبعا احنا في انتظار ماتش النهارده لانه ماتش النهارده بالليل بين الارجنتين والمكسيك هيرسم ويحدد ملامح المجموعه دي، هيحدد بشكل كبير جدا مين فرصه اكبر في التاهل. انتهاء مباراه النهارده بالتعادل يصب بالتاكيد في مصلحة المنتخب السعودي، وأملي كل الأمل إن السعودية والأشقاء في مواجهتهم الأخيرة أمام المكسيك يقدروا يحسموها ويبقى زي ما بنقول كده بيدي لا بيد عمر. لكن في النهاية المنتخبات العربية بشكل عام باستثناء قطر الحقيقة اللي يمكن أحمل في مسؤولية خروجه من المونديال لمديره الفني فيليكس سانشيز اللي أخفق في إدارة أو في إظهار على الأقل إمكانيات المنتخب القطري اللي إحنا نعرفها عنه. منتخب الحقيقة تم اعداده وخد فرصه كبيره جدا في احتكاكات على اعلى مستوى، منتخب بيضم عناصر مميزه بشكل كبير جدا، لكن من وجهه نظري كانت الاداره الفنيه هي العامل الاساسي في عدم قدرته على مواصله المشوار. تونس بتحافظ على امل ضعيف جدا، والمغرب منتخب من البدايه قلت املي فيه كبير، منتخب قدر يتعادل مع كرواتيا وصيف النسخه الاخيره من كاس العالم، منتخب برضه مدجج بالنجوم. منتخب المغرب كورته وشخصيته الحقيقه واضحه بشكل كبير جدا تقدر تراهن عليها، وانا قلت من الاول انا راهن على 3: السعوديه، المغرب، السنغال. وقد كان الحقيقه السعوديه والسنغال قدموا عروض جيده جدا، والمغرب الحقيقه قدم عرض قوي جدا قدام كرواتيا، وعنده بكره لقاء مهم جدا جدا قدام بلجيكا. ارجو ان هم يستفيدوا من تجربه الوديه المصريه اللي نجح فيها المنتخب المصري في انه يفوز على بلجيكا بنتيجه 2-1. لكن الحقيقه عناصر برضو المنتخب المغربي كلها الحقيقة منتخب مدجج بالمحترفين على أعلى مستوى، منتخب عنده كورة جماعية على أعلى مستوى، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لأشقاء المغاربة في مواجهتهم بكرة مع بلجيكا. النهاردة ماتشين، فرنسا في مواجهة سويسرا تحدد الأمل المتبقي
للمنتخب فرنسا في مواجهه الدنمارك. هتحدد ولا سويسرا؟ الدنمارك مظبوط. هتحدد الفرصه اللي فاضله لمنتخب تونس، لانه الحقيقه خساره منتخب تونس قدام استراليا صعبت جدا جدا من حسابات المجموعه، وان كان في بصيص من الامل للمنتخب التونسي والاشقاء التوانسه، نتمنى لهم طبعا التوفيق.